تحياتي واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من قصه صوره اللي بتجيكم مني انا محمد عواد عبر قناه سيلفي سبورت الاكثر تنوعا من حيث اشكال وافكار المحتوى. عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها. اليوم بدنا نوقف مع قصه صوره كثير ناس بتستعملها، لحظه بيركع فيها لاعب امام نيمار وبيطلب منه بكل بساطه عدم احراجه واهانته بمراوغات البرازيلي. فشو قصه هاي الصوره؟ بالتأكيد لو شخص ما بحب إنسان بتمنى له يوقع عليه دور رقابة نيمار في يوم يكون فيه النجم البرازيلي بمزاجه وبيومه، لأنه وقتها حيدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، مش بإشي إيجابي بل بالتعرض لأكثر مراوغات محرجة في يوم واحد. وهالشي شعر فيه لاعب اسمه فريد، مش فريد المهاجم اللي بنعرفه بل فريد قلب الدفاع البرازيلي اللي بدأ مسيرته مع انترناسيونال ولعب أيضا مع غريميو وعدة أندية أخرى في البرازيل. قصة هالصورة بترجع لمباراة ودية عام 2016 كانت بين فريق نيمار وفريق صديقه روبينيو. هذه مباراة جميلة شهدت تسجيل 22 هدف وانتهت بفوز فريق نيمار 13-9. هاللقطة بترجع بالضبط للدقيقة 46 لما كان فريق نيمار متقدم 7-4. نيمار في هذيك المباراة كان براوغ عدة لاعبين بطريقة جميلة لأنها مباراة أقرب للاستعراضية، وهذا الشيء لما ورط فريد وشاف نفسه عم بواجه نيمار واحد لواحد وشاف أيضا أنه نيمار عم بلوح بقدمه فوق الكرة وكأنه ناويله علنية، فهم فريد أنه لازم يجي بفكرة جديدة، فقرر يطلب حق اللجوء الإنساني. بس لمين؟ لنيمار نفسه. فركع وطلب منه ما يحرجه، وفعليا نيمار أعطى إشارة أنه مش حامل فيك إشي كثير وبس اكتفى بمراوغة عادية ومر من فريد. طبعا الغريب أنه اللاعب البرازيلي فريد بعد اللقاء قام بنشر الفيديو على تويتر وقال لنيمار شكرا يا نيمار. ولازم أذكر أنه ذلك اللقاء كان ودي ولكن أيضا كان خيري، وأمواله كلها عادت لأسر ضحايا طائرة نادي شابيكونسي البرازيلي اللي توفى معظم أفراده في سقوط طائرة عام 2016 في كارثة جوية شهيرة. وفي تلك المباراة سجل نيمار 4 أهداف، وشهدت أيضا ظهور النجم البرازيلي كاكا وغابرييل جيسوس ونجوم كثار من القنوات التلفزيونية البرازيلية، لأنه الجميع حب يخلي ذلك اللقاء يقدر يجمع أكبر قدر من الأموال لتعويض الضحايا في كارثة نتمنى ألا تعاد أبدا. نوصل هنا لنهاية حلقة قصة صورة. بتمنى منكم في التعليقات تحكوا لي شو في صور حابين تسمعوا قصتها، وبنفس الوقت تتركونا لايك وتشتركوا بالقناة. والسلام عليكم ورحمة الله.